ما هو الإسلام؟ إسلام شيا. قد يقول لك قائل هل أنت مسلم؟ الرنجة كسيك برسيارة اللي بك آية تو مسلماني؟ تقول نعم. بدلي بلي. يقول ما هو الإسلام؟ دلي إسلام شيا. الإسلام هو أن تسلم لله سبحانه وتعالى بأن تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. إسلام بريتية لويك تسليم خواي قوربي بهمو هرسي جورة توحيدك. نعم. و لابد أن تطيع الله سبحانه وتعالى تنقاد وتطيع وتعمل وبيويستا جرائل إخوائي قوربي ملكتشي أو بيد كاربكيت ولا تعصي الله سبحانه وتعالى وسر بيتشي نكيت ولابد أن المسلم يتميز عن المشركين عن الكافرين وبيويستا مسلمان كان لكافر كان جابك لأنه هل نحن نفرق الآن بين اليهودي والنصراني؟ آية يما جوازي ذاكين لنيوان كاورا كانوا نصراني كان ده نعم نفرق بين اليهود والنصراني في ماذا بل جوازين لقال يهودي ونصراني كان ده لشيا في الاعتقاد اعتقاد اليهودي غير اعتقاد النصراني لا بيرو باورا عشان كاي بيرو باوري يهودي كان وكون نصراني كان نيا وكذلك في اللباس لباس اليهودي غير لباس النصراني هروها جلوبرجي يهودي كان وكون جلوبرجي نصراني كان نيا وكذلك في العبادة عبادة اليهودي غير عبادة النصراني هرو حالا پرستن دا پرستنی یهودی کانو کو پرستنی نصرانی کان نیا فلا بد ان المسلم يتميز عن اليهود والنصارى عن كل مشرك بویا پیویستا مسلمان جواز بیه لهمو یهودی و نصرانی کو مشرک یک مراتب الدین الدین الاسلامی ثلاث مراتب ثلاث درجات مرتبکان دین پلکان دین دین بریتیا لسیا پلا المرتبة الاولى الاسلام مرتبه یکم اسلام واعلى منها الإحسان الإيمان المرتبة الثانية ولو برسل مرتبة دوم إيمانه المرتبة الثالثة الإحسان ومرتبة سيم بريتية الإحسان وكل مرتبة لها أركان وهريك يقلو بلاي وبايانا مرتبانا ركني تشاند ركني كي هي أركان الإسلام خمسة ركنكان إسلام بينج دانم أركان الإيمان ستة ركنكان إيمان شش دانم الإحسان ركن واحد إحسان تنهايك ركنه